فرجعنا لحضراتكم مره تانيه بعد الاستراحه. بصوا بقى النشا بتاع الرز، انا مش عايزه يعني مش عايزه ان انا اسيبه بقى اكتر من كده، انا عايزه ايه احطه بقى في الطاجن علشان اظبط الدنيا. فبصوا بقى حضراتكم، انا هاخد كده بسم الله الرحمن الرحيم، هصبه زي ما هو بعود القرفه. خلاص، التسويه دي مهمه قوي في الطاجن، بتفرق معاه قوي والله. في ناس ما بتظبطش معاهم، ساعات يقولوا لي ايه بيطلع ني وكده، فاحنا ايه انا حبيت ان انا اعمله بطريقه تسهل على كل اصدقائنا. انا طبعا هقلب دول دلوقتي جوه الخليط، مش هسيبهم على الوش كده، يعني هديهم بالمعلقه كده جوه الخليط بتاع الرز، واحط بقى على الوش الاضافات دي بقى بتاعت حضراتكم، على الوش القشطه اللي اتفقنا عليها. خلاص، تاخد بس اللون. تعالوا بقى ناخد، بصوا هناخد كده القشطه وش اللبن بقى، القشطه اللي عند حضراتكم اللي يريحكم، قشطه بلدي زي ما تحبوا اهو. ها، ده شايفين قشطه كده، تمام. تعالوا بقى ندخل انتوا مش معايا في المقادير ولا ايه؟ حبايبي، هطلع دي بقى، يا نهار، هنسيب دي بقى هنا. بصوا كده بسم الله، وتعالوا ناخد الطاجن ده، ومعلش حاضر، بسم الله ندخل الطاجن بتاعنا بقى المهم ده الفرن. ها، بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيبه بقى شويه كده، اصلا هو لما يقعد، بصوا بقى الكفته بقت جميله جدا. ناخد بقى كده ايه، نقرب الطاجن كده، نجيب الملقاط، ماشي. بصوا الجمال، يا نهار ابيض، يتاكل بالشوكه والسكينه، ريحتها حلوه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا اولاد، تسلم ايدك يا ست الكل، حياه قلبي، تسلموا يا حبايبي. اه ايوه، سامعاك والله. لا تسلموا لي، انتوا قولوا لي يا حبايبي. بصوا الجمال، كابوريا، يا سلام، ده احساس رائع والله والله، يا ريت كابوريا المكروني، ماشي، او الكابوريا كده. تسلمولي، هي بس فكره جميله، الولاد والله بيحبوا حاجات كده، انا بحاول يعني ايه نبسطهم بكل الطرق، انه يبقى يعني في حاجات افكار جديده، ممكن تكون بنفس المكونات بس افكارها هي اللي مختلفه شويه كده، ماشي. هاخد طبعا شويه من الصوص ده، مش هسيبه لانه مهم، يعني ايه اخد كده شويه منه، وهننضف طبعا الطبق بتاعنا كده، حبه حلوين. الحقيقه رائع،
شايفين ازاي؟ تعالوا بقى ننظف كده حوالين الطبق ونقدمه، ونحرش رشه بقدونس حلوه كده ونمسح هنا. اوبا، ومعانا ام محمود. يا اهلا وسهلا ام محمود يا غاليه. يا صباح القشطه. صباح الفل يا حبيبه قلبي، اهلا وسهلا. ليه عمليه؟ والله ليه عمليه. الله يخليكي حبيبتي، الحاجات الحلوه الجميله تسلم ايدك. تسلم يا روح قلبي، ربنا يخليك. العيال بيقولوا لي عايزين المكرونه دي. اعمل لهم يلا، وقولي لي رايك. عيني حالك. تسلم عينيكي، ربنا يبارك فيك. تنزل زي الرز كده. الله يخليك. عيني يا حبيبه قلبي، عيني. شفت الرز برضو جميل جميل. تسلمي تسلمي، ربنا يسعدك. الله يخليك يا ام محمود، ما تحرمش. تسلم ايدك لينا، والله انت نعمه ليا. والله الله يخليك حبيبتي، انتوا اللي نعمه في حياتي والله، ربنا يديمكم نعمه دايما. ربنا يسعدك. تسلم يا حبيبه قلبي، كتر خيرك. ما تنسيش حلقه السمك. من عيني والله ما ناسيه، انا كتبتها خلاص، وان شاء الله الاسابيع اللي جايه الاسبوعين الجايين هتلاقيها، وهقول لك قبلها باذن الله يا ام محمود. تسلمي. ماشي، تعالوا بقى نبص بصه كده. هنا بدات تسيح الرز بقى، بدا القشطه شويه بدا ياخد، بس لسه. شوفوا الجو الجميل ده، عايزين تشوفوا؟ يلا حبايبي، يا سلام. ده الرز، هنبص بصه. والمكرونه، المكرونه دي اللي عبقريه وريحتها روعه وسهله وبسيطه وجميله، ويعني جربوها. نعمل ايه؟ يلا نعمل الحاجات، البطاطس. يلا بينا، تعالوا بصوا بقى. انا هاخد طاسه كده انا سخنتها، هي بسيطه. هاخد كده فصين توم، هنزل المقادير بس لام محمود لو سمحتي يا ندى بعد اذنك، علشان نبقى قفلنا ايه الوصفه دي، وننزل بعدها البطاطس واحنا شغالين. طيب بصوا بقى، ناخد المقادير. هاخد هنا معلقتين زبده كده، معايا بطاطس مهروسه، بقدونس مفروم، ومعلقه كبيره زبده، ومعلقتين ثوم مفروم، ونص كوبايه من الميه، ومعانا ملح، واربع معالق دقيق، واربع معالق نشا، وزيت للقلي، والكاتشب ده للتقديم. بصوا بقى، انا هشيل بس الفص الثوم الزياده ده، هحطه هنا عشان خساره اهو، وهشوح دول. هنزل عليهم ايه بقى؟ الزبده خلاص، والثوم اهو شوحته. هنحط بقى، تعالوا ناخد كده ايه، ميه عاديه، نص كوبايه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهناخد ميه بس تسخن مع الصوص الحلو ده. اللي عايز يحط توم باودر يا جماعه يحط اهي. وهنحط الدقيق، تحسوا انه هيبقى زي العجينه، وطبعا ذره الملح ما تنسوهاش، زي عجينه الشو كده، زي عجينه الاكلير. بصوا ازاي اهي، اول ما تلم نفسها هنحط عليها ايه؟ لا هنحطها هي بقى على البطاطس هنا، خليهم العكس عشان ما تبقاش سخنه قوي يا ولاد. هحطها هنا خلاص. وقبل ما احطها هنا هعمل كالاتي، انا عندي نشا ما تنسوش، هنحط كمان النشا عشان تبقى مقرمشه. بسم الله. ونشيل بقى ده كده من الوش، ونقلب الايه الخليط ده كده مع بعض، وسيبوا بقى العجينة دي تسقع. هنحط بقى كده رشة من البقدونس حلوة، خلاص رشة فلفل، اللي عايز يحطه بقى بصل أخضر، يحط أي مكونات تانية أو فلفل أخضر اللي يريح حضراتكم. هنقلب بقى كده، لازم تاخد قوام العجينة، لازم يعني باقي الدقيق اللي احنا معايرينه لازم تاخده، انا خدت منه شويه على قد الصوص، لازم تاخده اهو. خلاص هنقلب بقى العجينه دي، ممكن تسقعوها شويه، وبعدين بنفردها عادي ونشكلها زي ما احنا عايزين. تعملوها بقى بقوالب البسكوت او غيره براحه حضراتكم. هشيل بس دول. بصوا كده، خليني ايه
اخد كده بسم الله، اخد بس معلقه هنا ونقلب احلى بالمعلقه عشان انا ايه بتعب من الجلوفز دي بتخنقني. هاخد بقى بص هوريكم شويه، هنا الزيت بدا يسخن تمام، هوريكم وانا بشكلها هشكلها ازاي عشان احنا هنا مشكلين شويه بتتفرد ونعملها بالقطعات. بس خليني الاول اجرب. تمام هشتغلها مع حضراتكم دلوقتي. بسم الله اهي، لما تبقى زي العجينه ما بتلزقش ومش لينه خلاص. على فكره تقدروا تعملوا ميكس بين البطاطس وبين البطاطا المهروسه، اسلقوا البطاطا واعملوا لهم دمج مع بعض، هتدينا برضو نفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. بصوا نحط واحده كمان، فكروني باللي في الفرن يا ولاد، واحده كمان اهو. دي برضو لطيفه جدا، الواد يحبوا ياكلوها كده. هاخد منها في طريقتين هوريهم لكم، اما الطريقه اللي احنا عملناها بالقطاعات او هاخد طريقه واحده كده وهاخد رشه دقيق. على فكره تقدروا تستخدموا الدقيق العادي او دقيق الرز اللي انتوا بتحبوه، يعني الاثنين واحد، ممكن تحطوا دقيق رز او دقيق عادي عشان بس ايه تبقى الدنيا جميله. بصوا بقى هاخد كده جزء، طبعا اللي عايز يستخدم البصل الباودر مفيش مشكله، ممكن طريقه تانيه غير اللي احنا شكلناها دي تبقى كده. شايفين ازاي اهي على شكل دايره اهو، شايفين الدنيا دي اهي. هناخد واحده كمان، على فكره تقدروا تعملوها ستيكس طويله زي دي كده مفيش مشكله، اللي يريح حضراتكم اهي. بصوا كده حاضر، وتحمروا بقى الشكل اللي يريح حضراتكم اهو. هفرد كده، عايزه اقول لكم الولاد بقى يحبوا الحاجات دي قوي، يعني يتبسطوا قوي. انا ممكن بقى اقطع هنا كده، الكبار والصغيرين انا والله لو اتقدمت لي كده وقعدت انقنق فيها هتبسط بيها قوي. لا ممكن تدخل الفرن طبعا، لسه بيسالوني تدخل الفرن، رش رشه زيت من بخاخ زيت وندخلها الفرن، ما يجرالهاش اي حاجه، ايه المشكله اهي، مش هتقول لا يعني اهي. شايفين ازاي اهي، انا احب الشكل ده بس ماشي، هم يعني تعبوا في الاولاني فخلينا ايه نراضيهم شويه. ماشي بسم الله اهو تمام، حلو قوي كده. هنحمر بقى شويه الحلوين دول، اهم حاجه دخلوها بس الثلاجه تتماسك شويه، يعني شوفوا انا بحط رشه كده وافرد، باخد منها حته بس افرد بيها تبقى سهله عليا، تبقى رائعه اهي. شايفين حضراتكم ازاي جميله قوي، انا بصراحه بحب كل الوصفات اللي بالبطاطس، اي وصفه فيها بطاطس بحبها اهو. لازم بقى تسقعوها شويه قبل ما تدخل الايه الزيت عشان تبقى متماسكه مع حضراتكم. ماشي الكلام، هقلع بقى انا الجلافز ده وخليني ايه اشيل دول كده، ابص بصه هنا ابصص حضراتكم معايا، بدا يقول يعني بس لازم اشركه عقبال ما انا ارتب وانضف الجزء ده. كده سايبه لكم الفرن يا حبايب قلبي تمام كده، هتشوفوا الفرن تمام، انا فاتحه لكم ايوه، تسلم ايديكم. بدا بقى ايه هياخد اللون ويبدا يبقى جميل، وهتلاقوه كده ايه جوسي، ما هوش يعني ماسك جامد، والرز تحسوه كانه كده ايه ما فيهوش نسبه لبن، لا هتتبسطوا من الطاجن ده قوي بجد، يعني احنا ادينا له نسبه اللبن المظبوطه حقيقي. خلينا بس ايه ممكن
يبقى ادي سنه كده، زودت شويه علشان يطلع معانا على طول. وتعالوا بقى نجهز هنا الطبق القمر ده كده. هاخد شويه بقدونس هنا، في طبق هنا عاجبني ممكن اخد ده. ايوه كده، نعمل الكام واحده دول. نزلنا المقادير يا لوزه، نزلنا مقادير الكريب. طيب يلا عشان اصدقائنا ما يبقاش ليهم طلبات لينا في الحلقه، عشان نبقى احنا كده ايه لبينا اللي طلب مننا في حلقه النهارده، على ان شاء الله وعد ان احنا نلبي الطلبات اللي باقيه. كده هنا معلش عشان النار ساعات بتطفي. بصوا المقادير نزلت قدام حضرتك، الكريب نص لتر يعني كوبايتين، ثلاث بيضات وممكن يبقوا بيضتين وبيضه، كل ده هيمشي معاه من اول بيضه لحد ثلاث بيضات، كوبايتين الا ربع من الدقيق الى كوبايتين على حسب نوع الدقيق وامتصاصه للسوائل اللي حضرتك بتستخدميه، ثلاث معالق زبده حطيهم كده او مكعب زبده زي ده، المهم تذوبيهم يبقوا سايلين، وثلاث معالق سكر، معلقه صغيره من الفانيليا. اضربيهم كلهم مع بعض في الخلاط وشوفي القوام، لو انت حسيتي ان القوام زي بتاع القطايف وصفيه. لقيتي تمام عايزه تخفيها نزود شويه لبن فقط لا غير، موضوع بسيط وسهل وجميل. واحده واحده كده بنفردها، بس اهم حاجه ما ينفعش نحط العجين قبل ما الطاسه تسخن مليون في الميه عشان ما تلزقش منك، لان اول واحده دي لو الطاسه ما سخنتش هتلاقيها بتلزق، مسكت في الايه في الطاسه حتى لو انت دهناها، فدي حاجه مهمه قوي. عارفين عاملين زي القطايف اول طلعه او اول رصه في القطايف دايما تلاقوها ايه بتلزق سنه كده. طيب معانا مدام منال، يا اهلا وسهلا. يا صباح الفل وصباح الجمال والحاجات الجميله دي حبيبتي مدام منال، صباح الفل عليك قلبي. عايزه اقول لك الف الف مليون شكر على الجبنه الرومي، طلعت صح بجد، جربتيها عجبتك؟ والله العظيم جميله ولونها طلع جميل جدا. طب شفتي بقى يعني وايه، بصي انا زودت الملح شويه عشان انا بحبها تبقى حادقه. ماشي ده براحتك طبعا. طلعت تحفه 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 يا حبيبتي، ما كملتش يوم والتاني خلصت ما شاء الله. هي من حلاوتها نبدا بقى نعمل فيها كتير ما شاء الله ما شاء الله. انا بشتريها بقى كل اسبوع مره كده وخلاص، بس بصراحه يعني تسلم ايديكي يا شيف عظيم. تسلمي يا حبيبه قلبي، ان شاء الله هعمل الموتزاريلا لانها طلبت مني، هنعملها ملبن الحليب بتاعنا. انا هستناكي برضو فيها عشان احنا بنطبق دي بقى زي الولاد بيحبوها كتير جدا. من عينيا عينيا ليكوا والله مدام منال. تسلم ايديكي مقدما على كل الحاجات اللي انت بتعملها. حبيبتي تسلمي يا رب وتعيشي، شكرا لذوق حضرتك وميرسي ان انا سمعت صوتك. شكرا يا مدام منال. حاضر. انا مش عارفه ده بس ايه يعني معاند معايا النهارده، قرفتي مش جايه مع قرفه البوتاجاز والفرن ليه مش عارفه. بسم الله خلينا نطلع ده بقى، يعني هو خد لون إيه؟ لا باس به. بسم الله معلش عشان انا الوقت طبعا. بصوا بقى هنقدمه دلوقتي، يا نهار ابيض بسم الله ما شاء الله. نقفل. هشوف طبق كده مدور نحط ده تحته ولا نحطه على طول كده يا حبايب قلبي، تحبوا ايه؟ ها طبق كده ماشي ناخد ده. يلا بينا. ايوه نحط له كده اندرلاين. بسم الله. طيب بسم الله ادي الطاجن، سيبوه بقى يهدى، كان محتاج شويه كمان. ونبدا بقى نطلع الكام بطاطسايه الحلوين دول، ناخد كده الملقط. بسم الله احط بس كام طبق صغنن كده في منديل اطلع عليه الاول، ولو في مصفى جنب حضراتكم تصفوا عليها الزيت مفيش مشكله خالص. وقدموا بقى البطاطس الحلوه دي جنبها هنا بولة كاتشب كده
هنا و كده. عايزه اقول لكم من الحاجات الحلوه قوي، ارمشوها بقى زي ما انتوا عايزين. يعني تقدر تتحمر بقى اكتر من كده كمان زي ما انتوا تحبوا. وايه، نبدا بقى نستعد للفقره الطبيه مع حضراتكم، وطبعا اجابات الاسئله اللي حضراتكم سالتونا عليها ان شاء الله. بسم الله. واتمنى يا رب النهارده الوصفات تكون خفيفه ولطيفه. طبعا انا اقدر ننزل برضو من دول. بصوا كده، بس دول لازم يعني يجمدوا شويه عشان ياخدوا الشكل ده. الشكل ده جميل برضو قوي. معلش مخرجنا بيجيبولنا في الزيت بس ثانيه واحده. اهو الدوائر الحلوه. تسلم ايديكوا والله، ميرسي جدا جدا. بصوا ده شكل تاني، اللي شكل اللي رايح حضراتكم شبه الدونت. ماشي، الشكل اللي انا عملته رول وعملته مدور زي اللي في الزيت دلوقتي مخرجنا هيقطع عليه. ماشي، عايزين تعملوها صوابع ترولوها كده وتقطعوها بالسكينه زي البقسماط برضو. ماشي، احنا هنستسمح حضراتكم بقى ان احنا نستعد للفقره الطبيه ان شاء الله بعد الاستراحه. دي شكل المدور اللي انا لسه كنت عاملاه ونزلت منه في الزيت مع حضراتكم اهو كده. برضو من الاشكال اللطيفه جدا وهتبقى جميله، فيها تخانه وفيها طريه. اللي بيحب كريسبي اوكي اهو، اللي بيحب زي قطعه الدونت ماشي. عايزينها ستاكس طويله براحتكم، بس هي وصفه حلوه وجميله بقرمشها. اعملوا بقى ميكس بين، تسلم ايديكم، بين البطاطا الحلوه. خدوا بطاطايه كبيره اسلقوها وقشروها واهرسوها مع البطاطس المهروسه ودوقوا الطعم وقولوا لي. تقدروا تعملوها بالبطاطا بس كمان. طبعا صحه وهنا على قلب حضراتكم. اسمحوا لنا نطلع استراحه، بنستقبل الفقره الطبيه بعد الاستراحه.